ادرسها شوية. شوفوا البنات هاي اخر تشوف مو في الكعميميات. شوف انا ولدي عاشق للبات خبطك. هذه البنات المشا غياكلوا فيها جوج ولا غياكلوا فيها ثلاثه الاشخاص. وفي لهم ثلاثه الاشخاص ويلي عشتي شنو غندير. بعدا واحد الحاجه نقولها لكم دابا هنايا دابا انا واخا نبغي نصدق يا ربي تسمح لي واخا نبغي نصدق على مثلا دابا اصلا في الاول وفي الاخر كونوا على يقين ان مريم ما تاكلش هاد لي بات لحين تاش فيهم روبيان وهما في اثيوبيا تيقول لك روبيان تيقولوا ليه صرصور ما تاكلهمش اثيوبيا ما تاكلهمش ياكو فاش غادي نبغي نعطي لشي حد الهنود ما غاديش ياكلوا ليا هادشي ما غاديش يعرفوا كاينين غير الهنود لتحت يعني انا خاصني دابا الا بغيت ناكل الا بغيت مثلا تسالي هذه خاصني نعاد على شي بنت شي صاحبتي ولا شي حد يجي عندي ياكل معايا انا ما عندي حتى واحد ما عندي لا صاحبتي ولا حد حتى واحد فهمتي انا كنبغي نقبوه يعني كنبغي نقضي راسي يعني غادي نشدها دابا فاش غادي تبرد غادي نديرها في الطويصه وغادي نديرها في الثلاجه ماشي في الثلاجه العاديه غنكونجوليها معايا الله طايبه هي فريش غنكونجوليها في الثلاجه تجلس واحد السيمانه ولا 10 ايام ونتوحش لي بات ونجبدها نسخنها هذا هو الحل الوحيد ولا غادي ناكل 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 واللي بقى صافي غادي نلوح ما يمكنش حرام حرام تلوحي النعمه هذا الشيء اللي غادي ندير قدر الله ما شاء واش في دبي اقسم بالله البلاد زوينه فنه لي بات ما خاصهاش تبقى في الفريزر علاش شنو السبب غتخسر ما غتبقاش زوينه لاباس عليك برقم والله لاباس عليا ليش انتو كنتو مفكرين انكم تاخذوني وتمسكوني 10 جولات بجيجي تلاقيني بلطو ها انا يا حبيبي قمت ورحت وجريت اغراض وجيت وطبخت الطبخه وانا بخير ونعمه وهيك ما حفكتوا فيني شعره شعره وحده ما حفكتوا فيني لا انت ولا ايوب عصى الصدام والله العظيم وبشرب العصير كنت افكر انك تيجي تلاقيني ببكي يا جماعه هو ده اللي سلخني دباتك